السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض او هنشوف فيديو حالا عن تنظيف الجير في الفك السفلي جوه العيادة، وهتكلم عن الجهاز اللي بنستخدمه في التنظيف، وهتكلم كمان عن الحاجات اللي بتحسوها بعد لما بتنظفوا الجير تعملوا ايه، وهتكلم عن النزيف اللي بينزل اثناء التنظيف وبعد التنظيف، والتحسس اللي بيبقى موجود في الاسنان، والجهاز اللي بنستخدمه، وهتكلم عن كل حاجة تخص تنظيف الجير واحنا بنتفرج على الفيديو مع بعض. قبل ما نشوف الفيديو مع بعض، لو انت مش مشترك في القناة ممكن تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل بعد كده يوصل لكم، وتحاولوا تستفيدوا من كل الفيديوهات اللي بننزلها عن طب الاسنان علشان معلومات الناس قليلة شوية وبيبقى فيها اسئلة كتير، يعني الموضوع بيبقى فيه اسئلة كتير جدا والناس بتبقى حابة تفهم اكتر عن الموضوع، فممكن كمان تعملوا مشاركة للفيديو ما بين اصحابكم وقرايبكم علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. بعد كمان لما نخلص الفيديو ان شاء الله اللي هو فيديو تنظيف، كنت انا منزل فيديوهين قبل كده عن تنظيف الجير وكان في اسئله عليهم كتير، فانا هحاول اخد بعض الكومنتات دي واعرضها على الشاشه واجاوب على الاسئله دي، علشان لو في حد عنده سؤال اكيد هيلاقي ان شاء الله الاجابه موجوده، ولو ما لقاهاش او ما لقاش السؤال اللي هو عايزه موجود في الكومنتس اللي موجوده دي ممكن يسيبه لي في كومنت وانا هجاوب عليه ان شاء الله باذن الله تعالى، وهرد على اي حد يسالني على اي حاجه بعض، ونحاول نعلق عليه كده، وخدوا الموضوع بشكل علمي اكتر علشان كله يستفيد منه، وركزوا في كل حاجة أثناء الشغل والتنظيف علشان تبقوا عارفين أكتر إيه اللي بيبقى يحصل معاكم جوه العيادة بالظبط. يلا نشوف الفيديو مع بعض، يلا مع بعض أنا معاكم. ده طبعا الجير اللي موجود على الأسنان أهو قدامكم موجود في الفك السفلي، وده الجهاز اللي بنستخدمه في التنظيف اللي هو الألتراسونيك سكيلر، أو زي ما بيسموه اللي هو جهاز الذبذبات أو الموجات فوق الصوتية. الجهاز ما بيعملش اي ضرر خالص على المينا ولا ليه اي تأثير سلبي، وكمان ما بيبقاش مؤلم ولا حاجة لانه هو بيشتغل بذبذبة على الجير اللي موجود. طبعا كمية جير كبيرة جدا، يعني حاجة زمان لما كنت بشتغل اول لما اشتغلت كان الموضوع بالنسبة لي بيبقى سيء شوية، لكن بعد كده اتعودت عليه وبقيت انا والجير صحاب، يعني ما فيش اي مشكلة خالص، يعني بالنسبة لي الجير حاجة عادية خالص. ده ما فيهوش اي الم خالص وبيتم كمان بدون تخدير. لو ملاحظين بقى ومركزين في الصوره كمان قوي، الجهاز بيضخ ميه بينزل ميه علشان الميه دي بتعمل تبريد للاسنان علشان ما يبقاش فيه اي الم قوي او ما يعملش اي ضرر على عصب الاسنان. كميه كبيره جدا زي ما انتم شايفين، كمان في جزء من الجذور موجود، وكمان الجزء ده بسبب الجير. الجير بيعمل تاكل في اللثه وبيعمل تاكل في العظم، وبالتالي بيبقى تأثيره سلبي، بيكشف الجذور بتاعة الأسنان، وده بيزود التحسس وبيعمل كمان حركة في الأسنان، وفي ناس كتير بتخلع الأسنان بسبب الجير اللي موجود عليها. طبعا ده كده كل ده مش مؤلم خالص، يعني حتى لو أسنانك حساسة بيبقى الألم خفيف أو بسيط لأنه ما بنعملش ضغط قوي وإحنا شغالين. طبعا بيشيل كل جزء من الجير اللي موجود على اللثة، والفراغات اللي بتبقى موجودة دي اللي هي مكان الجير، لو الالتهاب بسيط أو اللي هو النسبة اللي حصلت انحسار اللثة بسيط بترجع لمكانها الطبيعي عادي بدون أي مشكلة خالص. أنا بدردش معاكم وبتكلم معاكم بس أثناء التنظيف، بحاول أنقل أي معلومة أو أوصل لكم الصورة بشكل سهل وسلس وبسيط، ما بيبقاش مؤلم زي ما قلت من شوية. طبعا كمية بشعة، وبرضه بنروح على الفك في نفس الفك السفلي على الجزء الخلفي. الضرس اللي موجود ده برضه عليه كمية جير هتبان بقى هنا. بص، هو الجهاز بيعمل ذبذبة، هتلاقيه بيلمس الجير بيطلع الجير على طول، ما بنعملش ضغط على الأسنان. شوف يعني كله بيشتغل بالذبذبة، ما ملوش أي تأثير على المينا، ملوش أي تأثير سلبي على المينا خالص. طبعا الإبرة دي بتتغير وكل حاجة بتتغير، ما يعني مجرد ما المريض خلص بيبقى موجود في العيادة كذا حاجة علشان لو في أكتر من حالة واتنين وتلاتة يبقى كل واحد بنستخدم له حاجة خاصة بيه هو. برضو الناب ده، الناب لو تشوفوا الناب ده لسه هنروح عليه اهو، برضو في كمية كبيرة هي موجودة تحت، ولكن التأثير السلبي أكتر في المجموعة الأمامية لأنه الجير بيبقى متركز فيها أكتر. طبعا السبب الرئيسي لتكوين الجير هو عدم استخدام الفرشة والمعجون بانتظام، يعني بنستخدم فرشة ومعجون بس مش بشكل منتظم، او في حد ممكن يقول لك لا ده انا بستخدم فرشه ومعجون بشكل منتظم ولكن
بيتكون عندي جير، ممكن عشان زمان ما كنتش بستخدم بشكل منتظم، او علشان بتغسل بس بشكل الفرشه ما توصلش لكل اجزاء اللثه والاسنان كويس. طبعا فرق كبير. بعد شويه كمان هوريكم صوره، الصوره دي اللي هي قبل وبعد التنظيف، وكمان هتشوفوا الجزء اللي هو فيه التهاب في اللثه، هوريه لكم بشكل اوضح شويه علشان تشوفوا اللثه تحت الجير بتبقى عامله ازاي، شكلها بيبقى بشع يعني بصراحه. اللثه بتعاني لما بتبقى كمية الجير كبيرة. نفس النظام طبعا اللي هو الجهاز التاني اللي كان موجود ده ساكشن، بيسحب المية بس أثناء الشغل كمية، أهم حاجة محدش يبقى قرفان من الجير ولا حاجة. شغل الأسنان شغل ممتع، شغل شيق جدا ولذيذ، وأنا بحبه جدا وبعشقه، يمكن هو رقم واحد في حياتي هو طب الأسنان يعني. كده خلاص احنا قربنا على نهاية الفيديو اهو، واللي عنده أي سؤال يكتبولي في كومنت، أنا هرد على أي حد. طبعا الأسئلة تبقى بعد فترة يعني. أهو هنا بقى أشوف شكل اللثة، هنا مفيش دم بينزل ولا حاجة، هنا أشوف شكل اللثة في لون أحمر غامق خالص، وبعد كده في لون تاني فاتح شوية. اللون الأحمر الغامق ده كل ده التهاب تحت الجير، تخيل الجير كان واخد كل الأماكن دي متركز فيها بشكل كبير جدا وقاعد واخد راحته خالص على الاخر، وممكن انت كمان يبقى عندك كمية زي كده وما تبقاش عارف. فطبعا يعني عشان كده لازم كل 6 شهور نعمل فحص للاسنان، بحيث لو الجير اتكون نبدأ نعمل له تنظيف. كده خلصنا الفيديو، هنبدأ بقى ان شاء الله نروح على الكومنتس ونشوف الناس كانت بتسأل بتقول ايه، علشان نعرف نجاوبهم بشكل كويس. خليكم معايا ما حدش يقفل الفيديو. نجاوب بقى على السؤال، هل اللثه بترجع لمكانها الطبيعي بعد تنظيف الجير من الاسنان ولا لا؟ وشكرا، انا من الجزائر. لو نسبه الانحسار في اللثه بتبقى بسيطه جدا او متوسطه، عادي اللثه بترجع لمكانها الطبيعي وما بيبقاش فيه اي مشاكل خالص. ولكن لو كميه الجير اللي موجوده او كميه الانحسار اللي هي موجوده في الانحسار، يعني اللثه نزلت عن معدلها الطبيعي بشكل كبير، لو النزول بتاع اللثه كان حجمه كبير او مستواه عالي شويه، في الحاله دي للاسف اللثه ما بترجعش لمكانها الطبيعي. ولكن لو فضل الجير هتفضل تنزل اكتر وتؤدي لخساره الاسنان. في كمان تعليق، انا هقول اللي يجي قدامي بقى عشان مش هفضل ادور، بس انا هحاول على الاسئله ادور على الاسئله اكتر عشان نعرف نجاوب. السلام عليكم يا دكتور، هل أثناء ده من أرطبون العرب؟ بيقول السلام عليكم يا دكتور، هل أثناء تنظيف الجير يسبب انحسار في اللثة السفلية؟ هو التنظيف نفسه ما بيعملش انحسار في اللثة، لأنه إحنا ما بنعملش أي ضغط على اللثة خالص، ولكن الانحسار اللي بيبقى موجود أصلا بسبب الجير. يعني كل ما الجير يبقى موجود مدة طويلة، كل ما بيعمل ذوبان في العظم، بالتالي العظم ينزل عن مستواه الطبيعي، فتبدأ اللثة هي كمان تنزل عن مستواها الطبيعي، وده اللي بنسميه انحسار في اللثة. في كمان حد كده اسمه ايه ايه كذا ايه وكذا اس وايه، يعني تريبل ايه واس وتريبل ايه، بيقول ربنا يعينك على المنظر والريحة، كمية جير لم تزرها الفرشة منذ الولادة. طبعا ده حد هو بيتكلم صح يعني، هو كمية جير طبعا كبيرة، ولكن انا ما ينفعش ان انا اقول كده، او ما ينفعش ان انا أأنب اي مريض، لا انا بحاول ان انا اساعد الناس قدر المستطاع، بس فعلا في ناس ما بتمسكش الفرشة والمعجون خالص. دكتور ابن العراق بيقول دكتور سؤال، هل التنظيف بيوجع؟ لا، هو تنظيف الاسنان ما بيوجعش خالص، مفيش فيه اي مشكله. وتقريبا قلت وانا بشرح الفيديو انه لو الاسنان اصلا حساسه مع الهواء والبارد والحاجات دي، ممكن يبقى فيه تحسس خفيف جدا اثناء الشغل. واهم حاجه برضو الطبيب هو شغال ما يضغطش على الاسنان بقوه علشان ما يبقاش فيه اي تحسس واي مشاكل. في سناء ناصر، دكتور سؤال، ليه ما في نزيف للأسنان أثناء عملية التنظيف؟ النزيف بيبقى بيرجع يعني بيختلف من حالة لحالة على حسب كمية الجير وكمية الالتهابات اللي بتبقى موجودة. يعني في ناس بيبقى عندها كمية التهابات قوية جدا لدرجة ما بنقدرش نكمل التنظيف في نفس الجلسة، واللي ما بيبقاش عنده التهابات قوية يعني كمية جير بسيطة، طبعا ما بينزفش خالص وما بيبقاش عنده أي مشاكل، والموضوع بيتم، ممكن نعمل تنظيف للفكين بالكامل بدون أي مشاكل وبدون أي مضاعفات. في سؤال من كريمة برو بتقول سلام دكتور، أنا أسناني حساسة وعندي طبقة المينا ضعيفة
وأريد إزالة الجير خايفة يسقط. هي ممكن تكون خايفة ليس يحصل فيها مشكلة أو حاجة زي كده، لو ده معنى السؤال برضو علشان لو في حد استفاد منه. طبقة يمين لو ضعيفة، تنظيف الجير بالجهاز اللي احنا كنا شغالين بيه من شوية ده ملوش أي تأثير سلبي على المينا، حتى لو اتعمل كل 6 شهور مفيش منه أي مشكلة خالص. ولكن لو حد عمل تنظيف جير وجي بعد فترة عمل وجي بعد فترة من الفترات كل 6 شهور أو كل سنة يعمل فحص ومنتظم على الفرشة معجون بيغسل بشكل كويس، مش هلاقي عنده أي مشاكل. أنا مش عايز الفيديو طويل قوي، بس يعني احنا بنتكلم مع بعض يعني مش أكتر. بس في حد صدام بيقول: دكتور أنا أعاني من انحسار لثة، يا جماعة الخير دلوني على دكتور في السعودية في المدينة أو الرياض يكون شاطر، خايف أسناني تطيح، لثتي متأكلة. هو الجير طول ما يبقى موجود مدة طويلة طبعا كل ما اللثة هتنزل على مستوى الطبيعي زي ما قلت من شوية، ولكن أي طبيب أسنان ممكن يعمل تنظيف جير ما فيهاش أي مشكلة خالص. ما تسيبوش الجير مدة طويلة علشان المضاعفات بتاعت المشاكل بتاعته بتزيد. في حد بيقول اكس اكس ال اي ليا بتقول: طيب حقيقي بيألم ولا لا؟ وممكن يكون في ألم قليل يعني، عارف انت اللي هو يعني جاوبني بصراحة، هو تنظيف الجلد ده فعلا بيوجع ولا انت بتشتغلنا، ولا ممكن يكون في ألم بس قليل؟ هو فعلا ما بيألمش خالص يعني، ممكن في كل 100 حالة ألاقي حالة مثلا أو 2 عندهم تحسس في الأسنان والموضوع بيتم بشكل عادي ما فيهوش أي مشكلة خالص. في موضوع ممتع على فكرة يعني، وانا بتكلم كده حلو قوي. انا بعد كده هعمل فيديوهات هاخد الكومنتس واقول انتوا بتقولوا ايه وبتسالوا عن ايه وحاجات زي كده وهجاوب يعني، ممكن تلاقي اعمل فيديو مثلا اجابه على الاسئله او حاجه زي كده. في حد اسمه علي كوكو بيقول: الجهاز ده بيحوش طبقه المينا، لكن الجهاز اللي بذبذبات صوتيه افضل. طبعا التعليق ده يحترم جدا يعني، هو الراجل عنده خلفية انه في حاجات بتشيل طبقة المينا، لكن لو بنتكلم عن الجهاز ده اللي كنا شغالين بيه او الجهاز اللي كان في الفيديو القديم اللي انا عملته، هو ده نفس الجهاز اللي هو الذبذبات او الموجات، وده ما لوش اي تأثير سلبي على طبقة المينا خالص. في حد بيقول الاسم حروف كده دبليو جي ار: هل يمكن تنظيف الجير من الاسنان اكتر من مرة؟ اه ممكن تنظفه في حياتك 20,000 مرة، بس ليه يعني؟ فرشة ومعجون هتلاقي الموضوع بقى معاك زي الفل بعد كده. لما تنظف تعمل ابر، ده من ام اي اس، لما تنظف تعمل ابر يعني بتدي مخدر او بتدي بنج في التنظيف؟ لا، التنظيف بيتم بدون اي مخدر خالص وما فيهوش اي مشكله على الاطلاق، والموضوع سهل جدا. في سالم بن راشد: انا نظفت اسناني من الجير بهذا الجهاز، لكن لاحظت ان اللثه عندي نزفت واتجرحت كتير، هل لثتي تعبانه او ان الدكتور يده ليست خفيفه؟ انا بتكلم لغه عربيه فصحى زي الفل. الفكره كلها لا، مفيش حاجه اسمها الدكتور كانت ايده تقيله في تنظيف الجير، هو بس احنا بنحاول ما نضغطش على الاسنان، ولكن لسه وهي بتنزف اثناء التنظيف ده امر طبيعي مفيش اي مشكله. لسه قايل من شويه ممكن تبقى كميه الجير كبيره شويه، فده بيخلي اللثه تنزف بشكل قوي شويه. في حد، لا مش هقول التعليق ده ولا هقول، بيقول اللي بيحب ريحه الجير يدوس لايك. ما اظنش في حد بيحب ريحه الجير يعني، هو بينكت يعني، مش قصده بينكت يعني بيضحك. شاركوا الفيديو مع اصحابكم وقرايبكم وحبايبكم مع اي حد تشوفوه، ولايك.